السلام عليكم ازيكم الشباب. في الفيديو ده هنكمل من ملزمة رقم 7، وهتبدأ في جزء دكتور احمد شاكر، وهنتكلم فيها عن الفور بورت ديفايسز. احنا في الفيديوهات اللي فاتت في جزء دكتور احمد شاكر اتكلمنا في الاول عن الوان بورت ديفايسز، واخدنا عليها مثال اللي هو الترمينيتور. بعد كده اتكلمنا عن التو بورت ديفايسز، واخدنا عليها امثله اللي هي الاتنيويتور والايزوليتور. وبعد كده اتكلمنا عن الثري بورت ديفايسز، واخدنا عليها امثله اللي هي السيركليتور سواء كان كلوك وايز او انتي كلوك وايز. وبعد كده اللوسلس باور ديفايدر، وبعد كده الريزيستيف باور ديفايدر، وبعد كده خدنا عليها مثال اللي هو الويكلسون باور ديفايدر. فده كده كان في 3 بورت ديفايس. فاحنا النهارده هنبدا بقى في الفور بورت ديفايس، اللي هي الديفايسز المكونه من 4 بورت. فطبعا الديفايسز دي هتكون السكاترنج ماتريكس بتاعتها هي 4 في 4. فنفس الكلام برضه هنكون عايزين نتست ليها شويه حاجات، زي اول حاجه هل هي ماتشد ديفايس ولا مش ماتشد ديفايس. فازاي نقول عليها ماتشد؟ لو كان الاس واحد واحد اللي هو بيمثل الريفليكشن كوفيشنت عند البورت واحد، و الاس اتنين اتنين اللي هو الريفليكشن كوفيشنت عند البورت اتنين، الاس تلاتة تلاتة اللي هو الريفليكشن كوفيشنت عند بورت تلاتة، و الاس اربعة اربعة اللي هو الريفليكشن كوفيشنت عند بورت اربعة. لو كان الريفليكشن كوفيشنت عند الاربعة بورت بتوع الفور بورت ديفايس الاربعة بصفار، ساعتها اقدر اقول على الديفايس دوت ان هو ماتشد. لو كان اي واحد منهم مش بصفر، ما اقدرش اقول على النتورك دي او الديفايس ديت ان هو ايه، ان هو ماتش. طب الكونديشن بتاع السيمتريك او الريسيبريكال، لو كان الاس 1 2 هو نفسه الاس 2 1، والاس 1 3 هو نفسه الاس 3 1، و الاس 1 4 هو نفسه الاس 4 1، وال 2 3 هو ال 3 2، وال 2 4 هو ال 4 2، وال 3 4 هو ال 4 3. لو كانت كل الكونديشنز دي متحققه، ساعتها معناها ان الديفايس دوت ريسيبريكال او سيمتريك ديفايس. لازم تكون كل الكونديشنز دي متحققه. او الاسهل لك زي ما قلت لك ان انا اجيب ترانسبوز للماتريكس دي. لو انا جبت ترانسبوز للماتريكس دي ولقيت ان الترانسبوز دوت هو نفسه الماتريكس الاصليه، ساعتها معناها ان الماتريكس ديت او الديفايس دوت ريسيبريكال او سيمتريك، لما يكون الترانسبوز بتاع الماتريكس هو نفسه الماتريكس الاصليه. طب بعد كده كونديشن اللوسلس. المره دي كونديشن اللوسلس هنتشيك اول حاجه برضو ان انا هبدا ان انا اخد سكوير للكولومز في الاول، نفس اللي احنا كنا بنقول اللي هو سكوير الاليمنت ده لماجنيتيود الاليمنت ده زائد سكوير لماجنيتيود الاليمنت ده زائد سكوير لماجنيتيود الاليمنت ده زائد سكوير لماجنيتيود الاليمنت ده. لو كان السمشن بتاعه بيساوي واحد، ونفس الكلام هعمله على الكولوم الثاني والكولوم الثالث والكولوم الرابع. اول دول كده هيبقوا اول اربعه كونديشن. بعد كده كنا بنجيب الكونديشنز الباقيه عن طريق ان انا بمسك الكولوم الاولاني اضربه في الكونجكت بتاع الكولوم الثاني. المره دي هنا في الفور بورت نتورك هتشكها عن طريق الروز، يعني همسك الرول الاولاني هضربه في الكونجكت بتاع الرول الثاني. فهقول لو الاس 1 1 في الكونجكت بتاع الاس 2 1 زائد الاس 1 2 في الكونجكت بتاع الاس 2 2 زائد الاس 1 3 في كونجكت الاس 2 3 زائد الاس 1 4 في الكونجكت بتاع الاس 2 4، الكلام ده بيساوي صفر، يبقى ده كده اول كونديشن. تاني كونديشن همسك الرول الاولاني مع الرول التالت. تالت كونديشن الرول الاولاني مع الرول الرابع، بعد كده الرول التاني في الكونجكت بتاع التالت، الرول التاني في الكونجكت بتاع الرابع، اخر كونديشن الرول التالت في الكونجكت بتاع الرابع. لو كان الكونديشنز دي كلها متحققه، اللي هم الست كونديشنز دول بلس الاربع كونديشنز دول، لو كان العشر كونديشن دول متحققين، ساعتها النتورك ديت او الديفايس اللي هو الفور بورت ديفايس ده اقدر اقول عليه ان هو لوسلس ايه؟ ديفايس. لو كان اي كونديشن من العشر كونديشن مش متحقق، ما اقدرش اقول على الديفايس دوت ان هو لوسلس ديفايس. طبعا قلت لك في طريقه تانية واسهل، ان انا اضرب الاس ترانسبوز في الاس كونجكت، ولو لقيت ان حصل الضرب ده بيديني الايدنتيتي ماتريكس، معناها ان الديفايس دوت لوسلس. لو انا مسكت الاس جبت ترانسبوز للاس وضربتها في الكونجكت بتاع الاس، ولقيت ان حصل الضرب بيديني الايدنتيتي ماتريكس، معناها ان الديفايس دوت ايه؟ الديفايس دوت لوسلس. فده كده الفور بورت ديفايس. اول مثال هناخده على الفور بورت ديفايس هيبقى حاجه اسمها الويف جايد ماجيك تي، او ساعات بنسميه الهايبريد دي جونكشن، او ساعات بنسميه الريتريس. فده كده هيبقى اول مثال بناخده على الفور بورت ديفايسز او الديفايسز المكونه من فور بورت. فهو هيبقى شكله كده، هيبقى مكون من اربعه بورت بالشكل ده، هيبقى بيكولكت الاي ارم والاتش ارم. فاكرين الباور ديفايدر اللي كان اسمه اي ارم والباور ديفايدر اللي اسمه اتش ارم اللي احنا اثبتناهم في
في الفيديوهات اللي فاتت ده كده بيكولكت الاي ار مع الاتش ار الاثنين في نفس الديفايس، بس طبعا هيبقى ديفايس 4 بورت لان الاي ار لوحده كان 3 بورت والاتش ار لوحده كان 3 بورت، فهو هيكولكت الاثنين مع بعض وهينتج له الديفايس اللي اسمه هايبريد تي جانكشن ده، عشان كده حتى بيسميه هايبريد ان هو هيبقى هايبريد ما بين الاي والاتش، وهيكون له ديفايس اللي اسمه هايبريد تي جانكشن اللي هيبقى 4 بورت ديفايس. ده كده اول مثال على ال 4 بورت ديفايس. طب عايزين نستنتج له السكاترنج ماتريكس بتاعته. فاول حاجه فكرته ايه؟ ان انت لو دخلت باور عند بورت 3 اللي هي بتمثل اي ار، فلو دخلت باور عند بورت 3 ساعتها مفيش باور خالص هتروح لاربعه، يعني مفيش باور هتروح للجهه المقابله، الباور نصها هيروح لاثنين بنفس الفيس شيفت ونصها التاني هيروح لواحد بفيس شيفت 180 درجه. يبقى انا لو دخلت باور عند تيرمينال 3 نص الباور هيروح لاثنين ونص الباور التاني هيروح لواحد بس في شيفت 180 درجه، ومفيش باور خالص هتروح لتيرمينال 4 اللي هو التيرمينال المقابل ليه. فبالتالي الاس 3 1 قلنا لما اجي اقول اس 3 1 انا كده بتكلم ان الثلاثة دي الانبوت وان واحد ده الاوتبوت، والاس 1 3 هي بتساوي الاوتبوت على الانبوت، فكاني بقول الاس 1 3 هي الفي 1 على الفي 3 لان الثلاثة هي الانبوت وواحد هي الاوتبوت. فاحنا اتفقنا ان هي نص الباور هتروح لاثنين صح، لما دخل باور عند 3 اللي 3 تبقى الانبوت فنص الباور هتروح لاثنين. فبالتالي لو انا قسمت الباور عند 2 على الباور عند 3 ان 2 هتبقى الاوتبوت و3 هي الانبوت فهتديني نص، واحنا عارفين ان الفولت هي نص، هي الفولت هي جذر الباور، فبالتالي الاس 2 3 اصلا هي عباره عن الفي 2 على الفي 3، فلما تكون البي 2 على البي 3 بتساوي نص فيبقى البي 2 على البي 3 بتساوي 1 على جذر 2، ان انا هاخد جذر الباور علشان يديني الفولت. فببساطة أنا كنت أقولك لو دخلت باور عند 3 نصها هيروح لاتنين بنفس الفيس شيفت، يعني الباور عند 2 على الباور عند 3 بتساوي نص، فالاس 2 3 هي بتمثل معناها إن 3 هي الانبوت و2 هي الاوتبوت، والاس 2 3 بتساوي الفي اوتبوت على الفي انبوت، يعني الفي 2 على الفي 3، فلما تكون البي 2 على بي 3 بتساوي نص فالفولت بيساوي جذر الباور، فهتلاقي ان في 2 على في 3 بواحد على جذر 2 اللي هي جذر النص. والاس 1 3 معناها ان انا دخلت الفولت عند 3 وعايز اشوف الفولت عند او ان انا الباور دخلتها عند 3 والاوتبوت بتاعي عند 1، فالاس 1 3 تبقى بتساوي الفي 1 على الفي 3، فالفي 1 على الفي 3 برضه هتبقى 1 على جذر 2، بس علشان هي بفيس شيفت 180 درجه فالفيس شيفت 180 درجه بيمثل زاويه بالسالب، فيس شيفت 180 درجة بيمثل زاوية بإيه؟ بالسالب اللي هي سالب واحد، فيس شيفت 180 درجة معناها سالب واحد، عشان كده هتبقى سالب واحد على جذر اتنين. وطبعا الاس 4 3 تبقى بزيرو لان انا لو دخلت باور عند 3 مفيش باور هتروح عند 4، زي ما قلت لك لو انت دخلت باور عند 3 مفيش باور هتروح للجهة المقابلة. طب لو انا بتكلم بقى عن تيرمينال 2، فلو انا دخلت باور عند 2 نص الباور هتروح ل 3 ونص الباور هتروح ل 4 والاثنين بنفس الفيس شيفت، ومفيش باور كالعادة هتروح للجهة المقابلة. فانت هتلاقي مفيش باور راحت لواحد اللي هي الجهه المقابله لاثنين، بس المره دي عشان البورت اثنين هي تبع الاتش ار فهتلاقي ان نص الباور هتروح لثلاثه ونص الباور هتروح لاربعه بنفس الفيس شيفت، بنفس الفيس شيفت. مين شبه اثنين؟ اللي شبه اثنين اربعه، لو دخلت برضو باور عند اربعه، بس تعال ناخدها واحده واحده احسن، نتكلم ان الباور تخش عند اربعه فالاربعه والاثنين حاجه واحده، لو دخلت باور عند اربعه مفيش حاجه هتروح لثلاثه مفيش حاجه هتروح للجهه المقابله، نص الباور هتروح لواحد ونص الباور هتروح لاثنين بنفس الفيس شيفت، بنفس الفيس شيفت ومفيش باور هتروح لثلاثة، فبالتالي هتبقى الاس 4 1 بواحد على جذر 2 والاس 4 2 بواحد على جذر 2 لان هي بنفس الفيس شيفت، نص الباور هنا ونص الباور هنا، فبالتالي هيبقى واحد على جذر 2 بالفولت هنا وواحد على جذر 2 بالفولت هنا، والاس 4 3 هتبقى بتساوي صفر لان مفيش باور هتروح لثلاثة اللي هي الجهة المقابلة. اللي شبه 4 مين؟ اللي شبه 4 2، لو دخلت باور عند 2 مفيش حاجه هتروح لواحد، لكن واحد على نص الباور هتروح لاربعه ونص الباور هتروح لثلاثة، مفيش باور هتروح للجهه المقابله، 4 شبه 2، 4 و2 الاثنين لما بدخل عندهم باور 4 و2 نصهم بيروح للي على يمين ونصهم بيروح للي على شمال، واللي هو نصها هنا ونصها هنا، وهي نفس الكلام، لو دخلت عند 2 نصها هتروح هنا ونصها هتروح هنا، والاثنين ما بيودوش باور للجهه المقابله، لو دخلت باور عند 4 مفيش حاجه هتروح ل3، لو دخلت باور عند 2 مفيش حاجه هتروح ل1. لو انا هتكلم عن تيرمينال 2 ف2 شبه مين؟
شبه 4. لو دخلت باور عندي 2، 2 لو هي الانبوت، ف4 يروح لها نص الباور و3 يروح لها نص الباور. مين اللي مش هيروح لها باور خالص؟ اللي هي 1، لان الواحد هي الجهة المقابلة، الواحد هي الجهة المقابلة لمين؟ للاثنين. مين بقى اللي شبه الثلاثة؟ واحد. يعني انا لما كنت بدخل باور لثلاثة ما كانش حاجة بتروح لاربعة لانها الجهة المقابلة، كان نصها بيروح لاثنين ونصها بيروح لواحد، بس في الشيفت 180 درجة. نفس الكلام انت لو دخلت باور عند واحد فنصها هيروح لاربعة ونصها هيروح لثلاثة بفيش شيفت 180 درجة. فواحد شبه ثلاثة. انا لما كنت بدخل عند ثلاثة كان الجزء السالب او اللي فيه شيفت 180 درجة كان بيروح لواحد، والفيس شيفت اللي هو نفس الفيس شيفت كان بيروح لاثنين. نفس الكلام لما ادخل عند واحد اللي فيه شيفت 180 درجة هيروح لثلاثة، واللي فيه شيفت اللي نفس الفيس شيفت مع واحد هيروح لمين؟ لاربعة. فلو دخلت باور عند واحد مفيش حاجة تروح للجهة المقابلة، نص الباور هتروح لاربعة بنفس الفيس شيفت، نص الباور بفيس شيفت 180 درجة هيروح لمين؟ لثلاثة. فواحد هي سيميلر لثلاثة، هتبقى الاس واحد ثلاثة بسالب واحد على جذر اتنين، لكن الاس واحد اربعة، اربعة يروح لها نص الباور بنفس الفيس شيفت ومفيش حاجة تروح لمين؟ لاتنين. فالملخص واحد وتلاتة شبه بعض، اتنين واربعة شبه بعض. هتدخل باور عند تلاتة مفيش حاجة هتروح للجهة المقابلة اربعة، نصها هيروح لاتنين نصها هيروح لواحد في شيفت 180. ليه قلت واحد ايه اللي في شيفت 180؟ لان واحد وتلاتة شبه بعض، هما اللي بيروح لهم الفولت او الباور اللي في شيفت 180. نفس الواحد شبهها، لو دخلت باور عند واحد نص الباور هيروح لاربعة بنفس الفيس شيفت، نص الباور التاني هيروح لثلاثة فيس شيفت 180، لكن اتنين مش هيروح لها باور خالص لانها في الجهة المقابلة. لو دخلت باور عند اتنين مفيش حاجة هتروح لواحد لانها في الجهة المقابلة، نص الباور هيروح لثلاثة ونص الباور التاني هيروح لاربعة، والاتنين بنفس الفيس شيفت. لو دخلت باور عند اربعة مفيش حاجة هتروح لثلاثة، نص الباور هتروح لواحد ونص الباور التاني هيروح لاثنين، والاثنين بنفس الفيش شيفت، لكن مش هيروح حاجه في الجهه المقابله اللي هي تيرمينال 3. واخر حاجه هقولها ان هو بيبقى ماتشد. طالما ماتشد فالاس 1 1 والاس 1 2 والاس اللي هو الاس 1 1 والاس 1 2، لا اسف، الاس 1 1 والاس 2 2 والاس 3 3 والاس 4 4 بيساوي دي، ان هو ماتشد. وباقي الاليمنتس حطيت فيها الحاجات اللي انا استنتجتها، اللي هي اللي هم ال 12 قيمه اللي انا استنتجتهم من شويه، اللي انا مسكت كل بورت، كل بورت كنت بطلع منظر ليه 3 قيم. فال 12 قيمه الباقيين، ال 12 قيمه الباقيين في الماتريكس انا كنت مستنتجهم فوق حطيتهم، وقلت ان ان الهايبر تي جانكشن هو ماتشد، فبالتالي الاس 1 1 والاس 2 2 والاس 3 3 والاس 4 4 الاربعه بيساوي كام؟ الاربعه بيساوي صفر. هاخد بس سالب واحد على هاخد واحد على جذر اثنين عامل مشترك، بحيث اخلي السكاترنج ماتريكس بالشكل ده، هاخد واحد على جذر اثنين عامل مشترك بس. فاقدر اقول ان الهايبريد تي جانكشن هي ماتشد و ريسيبريكال، يعني لو بصيت عليها كده هتلاقي ان هي ماتشد وهتلاقي ان هي ريسيبريكال برضه، يعني سيمتريك. لو بصيت هتلاقي ديت هي ديت وديت هي ديت، طبق كونديشن السيمتريك هتلاقي فعلا سيمتريك او ريسيبريكال، او حتى خد الترانسبوز بتاع الماتريكس هتلاقيه هو نفسه الماتريكس الاصليه. وكمان لوسلس. اولا اللوسلس دي انا متاكد منها من غير ما تشيك الكونديشن بتاع اللوسلس اصلا. ليه؟ مش انا بقول لك نص الباور بتروح هنا ونص الباور بتروح هنا، معناه مفيش لوسز بتحصل، لان بدخل باور في حته نصها بيروح هنا ونصها بيروح هنا، فخلاص مفيش لوسز بتحصل في الطريق. فانا متاكد اصلا ان هي لوسلس من غير ما اطبق اصلا مين الكونديشن. اول جزئيه بتيجي في الامتحان على الهايبر تي جانكشن ان هو بيقول لك انت معاك هايبر تي جانكشن، هات لي السكاترنج ماتريكس بتاعها. فده كده بيبقى سؤال مضمون، ان هو يدي لك هايبر تي جانكشن ويقول لك استنتج السكاترنج ماتريكس. فانت هتروح شارح كل الكلام اللي انا قلته من شويه، لو هتقول له لو باور دخلت عند 3 فالباور دي هيديفايد ايكوال ان ماجنتيود بات اوت اوف فيز، نصها هيروح لاثنين والنص الثاني هيروح لواحد بس في شيفت 180 درجه، مفيش باور هتروح لاربعه، وتبدا تستنتج الثلاث قيم دول، وبعد كده تستنتج الثلاث قيم بتوع بورت اربعه، بعد كده تقول واحد شبه ثلاثه تستنتج الثلاث قيم بتوعه، بعد كده تقول اثنين شبه اربعه تستنتج الثلاث قيم بتوعه، بعد كده تقول ان هو ماتشد فتقول يبقى الاربعه دول بصفار. يبقى انت كده استنتجت السكاترنج ماتريكس. فده كده اول سؤال بيجي في الامتحان على الهايبريد تي جانكشن، او اول بوينت. تاني بوينت ان هو بيجيب لك عليها مساله. فعلشان نفسر الرسمه دي اللي احنا هنستخدمها في المسائل، فتعال اقول لك هو بيجيب لك شكله عامل ازاي في المساله. ده الشكل اللي هو بيجيبه لك في المساله. نفس الكلام، بورت واحد اهو، بورت اربعه في الجهه المقابله، بورت اتنين، بورت تلاته.
طبعا مش لازم يكون نفس الشكل دوت هو نفس الشكل اللي هو في الرسمه اللي فوق. والفكره ان انت عندك 4 بورتس، واحد في الجهه المقابله، واحد على اليمين، واحد على الشمال. دي الرسمه اللي هو بيجيبها لك في الامتحان على طول، اللي هي الشكل ده. فهو بيدي لك الشكل ده ويقول لك بقى تعالى ادي لك عليها مساله. فتعالى كده نبص عليها ونراجع اللي احنا قلناه من شويه. انا هنا لو دخلت باور عند واحد ايه اللي هيحصل؟ لو دخلت باور عند واحد مفيش حاجه هتروح للجهه المقابله اللي هي 4، نص الباور هيروح لاثنين، ونص الباور اللي هو في شيفت 180 هيروح لثلاثة، ده اللي احنا قلناه من شوية. ولو دخلت باور عند ثلاثة، نص الباور هيروح لأربعة، ونص الباور هيروح لواحد في شيفت 180 درجة، مفيش حاجة هتروح لاثنين، ده اللي احنا قلناه من شوية. لو دخلت باور عند واحد مفيش حاجة هتروح لأربعة، نصها هيروح لاثنين، ونص التاني هيروح لثلاثة في شيفت 180 درجة. ولو دخلت باور عند ثلاثة مفيش حاجة هتروح لاثنين اللي هي في الجهة المقابلة، نصها هيروح عند أربعة، والنص التاني هيروح عند واحد في شيفت 180 درجة. طب لو دخلت باور عند اتنين، اتنين وأربعة كانوا شبه بعض، لو دخلت باور عند اتنين مفيش حاجة هتروح لتلاتة، نصها هيروح لواحد، والنص التاني هيروح لأربعة، والاتنين بنفس الفيس شيفت. ولو دخلت باور عند أربعة مفيش حاجة هتروح لواحد، نص الباور هتروح لاتنين، والنص التاني هيروح لتلاتة، والاتنين بنفس الفيس شيفت. لحد دلوقتي المعلومات دي قديمة، تعال بقى نبني عليها. لو احنا مسكنا مثلا بورت زي اتنين، بورت زي اتنين، مش اتنين دوت مش بيجيله حاجة من تلاتة، لأن لو دخلت حاجة عند تلاتة عبارة عن تلاتة مفيش حاجة هتروح لاتنين. طب ايه الباور اللي بتروح لاتنين؟ الباور اللي بتروح لاتنين هي نص الباور اللي عند أربعة بلس نص الباور اللي عند واحد. ليه؟ عشان قلت لك لو دخلت باور عند واحد فنصها يروح لاتنين بنفس الفيس شيفت، والنص التاني هيروح لتلاتة بس الفيس شيفت 180 درجة، يعني هيبقى النص هيروح هنا بالسالب والنص هيروح هنا بالموجب. وكنت بقول لك انا لو دخلت باور عند أربعة مفيش حاجة هتروح لواحد، ونصها هيروح بالموجب هنا ونصها هيروح بالموجب هنا، يعني اللي هيوصل الباور اللي هتوصل لاتنين هي نص الباور اللي عند واحد زائد نص الباور اللي عند أربعة. وأثبتت لك دلوقتي ان لو دخلت باور عند تلاتة مفيش حاجة هتروح لاتنين، إيه لو دخلت عند واحد النص هيروح هنا في شيفت 180 يعني بالسالب، والنص هيروح هنا بنفس الفيس شيفت يعني بالموجب. ولو دخلت باور عند أربعة فالنص هيروح هنا بالموجب والنص هيروح هنا بالموجب. فاللي راح لبورت اتنين هو نص الباور اللي عند واحد زائد نص الباور اللي عند أربعة. فأقدر أقول إن بورت اتنين بيروح لها السمشن. سمشن مين؟ سمشن نص الباور اللي عند واحد زائد نص الباور اللي عند أربعة. فعلشان كده جيت عند بورت 2 وكتبت سميشن. طب لو هنتكلم عن بورت 4 برضه هيبقى سميشن، لان انا قلت لك اصلا بورت 2 شبه 4. تعال نثبتها كده، لو دخلت باور عند واحد مفيش حاجه تروح ل4، ولو دخلت عند 2 نصها هيروح هنا بالموجب ونصها هيروح هنا بالموجب، لان هو هيروح بنفس الفيس شيفت. طب لو دخلت باور عند 3 نصها هيروح هنا بالسالب او في شيفت 180 ونصها هيروح هنا بالموجب. معنى كده ان الباور اللي راحت ل4 هي نص الباور اللي عند 2 زائد نص الباور اللي عند 3، نص الباور اللي عند بورت 2 زائد نص الباور اللي عند بورت 3. فبالتالي اقدر اقول ان بورت 4 برضو بيمثل مين؟ بيمثل السمشن. طب بورت 1، بورت 1 ما بيجيلوش حاجه من 4، لو دخلت حاجه من 4 مفيش حاجه هتروح لواحد. لكن لو انا دخلت عند 2 نصها يروح هنا بالموجب ونصها يروح هنا بالموجب، لان هم هيروحوا بنفس الفيس شيفت. لو دخلت عند 3 نصهم هيروح هنا بالموجب ونصهم هيروح هنا بالسالب، لان هو هيروح هنا في شيفت 180. فبالتالي 1 جاي لها نص الباور من 2 ناقص نص الباور من 3. فبالتالي اقدر اقول ان 1 بتمثل الديفرنس، ان هو هيبقى موجود عندها نص الباور اللي عند 2 ناقص نص الباور اللي عند 3. طب لو هتكلم عندي 3 مفيش حاجه هتجي لها من 2، لان لو دخلت عندي مفيش حاجه هتروح ل3. 4 لو دخل لها باور نصها يروح ل2 بالموجب ونصها يروح ل3 بالموجب برضه، ان هو نفس الفيس شيفت. ولو دخلت عند واحد نصها يروح لاتنين بالموجب ونصها يروح لتلاتة بالسالب. معنى كده ان تلاتة بيجي لها نص الباور من عند اربعة ناقص نص الباور من عند واحد. فبرضه تلاتة اقدر اقول ان هو بيجي لها الديفرنس. فده سر الرسمة دي. فهو بيجيب لك في الامتحان الرسمة دي. اول سؤال هيطلبه منك ده كده سؤال امتحان، ده كده الفاينل، ده كده فاينل اكزام 2014 2015. جاب لك الرسمه دي وبيقول لك ان ذا فولوينج مايكرويف سيركت، اول حاجه ديديوس استنتج، هو هنا ما بيقولكش اكتب، بيقول لك استنتج ديديوس ذا سكاترينج ماتريكس اوف ذا ايديال هايبريد تي جانكشن. هات لي السكاترينج ماتريكس بتاع الايديال هايبريد تي جانكشن اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي فانت هتعمل ايه؟ اول حاجه تروح رسم له الرسمه اللي فوق خالص اللي هي رسمه الهايبريد تي جانكشن،
وتروح مستنتج السكاترنج ماتريكس اللي احنا ايه قلناها مع بعض. طيب تاني حاجة يقول لك اف ذا اتنيويشن الفا ده ب 3 دي بي بيعمل ايه؟ جه عند بورت 2 حط لك اتنيويتر الالفا بتاعته ب 3 دي بي، وجه هنا عند بورت 3 حط لك ترمينيتور، يعني هنا يبقى في ترانسميشن لاين منتهي بترمينيتور. الترمينيتور ده الزد لوب بتاعته ب 3 زد نوت، الزد لوب بتاعته ب 3 زد نوت. وبيقول لك دلوقتي لو الاتنيويتور ده الالفا بتاعته 3 دي بي والانبوت باور انا كنت بدخلها ب 100 ملي وات عند انبوت واحد او عند التيرمينال واحد، جيت عند التيرمينال واحد ودخلت انبوت باور قيمتها 100 ملي وات، ساعتها استنتج لي الباور اللي هتخرج عند الاوتبوت، والاوتبوت ده بيمثل الباور اللي داخله او اللي خارجه من تيرمينال 4. فوجئ هنا ادخل لك باور انبوت قيمتها 100 ملي وات، و تيرمينال 2 حط عنده اتنيويتر قيمته الالفا بتاعته ب 3 دي بي، و تيرمينال 3 حط لك عنده الترمينيتور الزد لوب بتاعته ب 3 زد نوت، وبيقول لك قول لي ايه هي مقدار الباور اللي هيخرج عند تيرمينال 4. فهنا في المثال داخل لك عند تيرمينال 1 100 ملي وات، فاللي هيحصل احنا قلنا لو دخل باور هنا عند تيرمينال 1 في نص الباور بتروح لتيرمينال 2 بنفس الفيز شيفت، ونص الباور الثاني بيروح لتيرمينال 3 بس الفيز شيفت كام؟ الفيز شيفت 180 درجة. يعني لو هنا داخل 100 ملي وات هيروح هنا 50 ملي وات، وهيروح هنا سالب 50 ملي وات. فخلينا دلوقتي نقول ان هيروح هنا 50 ملي وات، والاشارة السالبة دي هناخدها في اعتباراتنا واحنا شغالين. فهقدر اقول ان البي 2 هتبقى بتساوي نص البي انبوت بتساوي 50 ملي وات، والبي 3 بتساوي برضه نص البي انبوت وبتساوي 50 ملي وات. لكن خليك عارف ان هنا المفروض هيروح 50 ملي وات، وهيروح هنا سالب 50 ملي وات. ده اللي قلناه من شويه، انا دخلت باور عن باور عن تيرمينال واحد، نصها بيروح لاثنين ونصها الثاني بيروح لثلاثه بس في شيفت كام؟ في شيفت 180 درجه. كويس. فالباور اللي هتروح لاثنين دي هيبقى اسمها بي 2، والباور اللي هتروح لثلاثه هيبقى اسمها بي 3. فالباور اللي هتروح لاثنين دي هتعدي على اتنيويتر الالفا بتاعته ب 3 دي بي، والباور اللي هترفلكت اللي هتعدي من الاتنيويتر هتعدي على الترمينيتور شورت سيركت. وطالما الترمينيتور شورت سيركت معناها ان ريفليكشن كوفيشنت بسالب واحد، يعني ماجنتيود ريفليكشن كوفيشنت سكوير بواحد، معناها الباور كلها اللي عدت هنا كلها هترفلكت. يبقى تاني، علشان الترمينيتور شورت سيركت فالريفليكشن كوفيشنت بسالب واحد، فماجنتيود ريفليكشن كوفيشنت سكوير بواحد، فكل الباور اللي هتعدي من الاتنويتر كلها ترفلكت وتعدي تاني على الاتنويتر. فبالتالي كل الباور تروح هنا هتعدي على الاتنويتر الفا بتاعه 3 دي بي كلها ترفلكت، وكلها هتعدي تاني على الاتنويتر برضو الالفا بتاعته ب 3 دي بي. فانت هنا ممكن تقول اعتبر هنا في باور مثلا اسمها بي 5، هقول الالفا اللي هي 3 دي بي بتساوي 10 لوج البي 2 على البي 5، وانا معايا البي 2 ب 50 ملي وات، فاحسب البي 5، هقول ان الباور اللي هترفلكت هنا هي برضو نفس قيمه البي 5. بعد كده اقول الفا اللي هي ب 3 دي بي بتساوي 10 لوج الباور دي على البي 2 داش اللي هي هتبقى خارجه من الاتنويتر، ومنها اقدر احسب البي 2 داش. لكن طالما الترمينيتور بيخلي لك كل الباور بترفلكت، فانت بسهوله ممكن تقول ان الباور دي هتعدي على الفا كلها ترفلكت، فهتعدي على الفا تاني، فتقول ان 2 الفا 2 الفا بتساوي 10 لوج البي 2 على البي 2 داش، لان الباور دي هتعدي على الفا رايح والفا جاي عشان يطلع لك في الاخر البي 2 داش. فدي كده سبيشال كيس بتعملها عشان تسهل على نفسك الحسابات في حاله ان كان الترمينيتور بتاعك عباره عن شورت سيركت. فلو الترمينيتور عباره عن شورت سيركت فبالتالي الباور هتعدي كلها ترفلكت فتعدي على الاتنيوتر تاني، فكان الباور دي عدت على 2 الفا علشان في الاخر يطلع لك الباور دي. فممكن ساعتها اقول ان 2 الفا تساوي 10 لوج البي 2 على البي 2 داش، واحط البي 2 ب 50 ملي وات، وطبعا ال 2 الفا هتبقى بتساوي 6 دي بي، وال 2 الفا طبعا هتبقى بتساوي، احنا بس رحنا على مثال غلط، هو نفس المثال ده بس في الامتحان اللي قبل، انا هو نفس المثال بس كان طالب في الامتحان ده حاجه وطالب في الامتحان التاني حاجه، بس هو نفس المثال بكل حاجه، وهنا 100 ملي وات وكل حاجه برضه، 100 ملي وات الانبوت وكل حاجه. فاول حاجه اقول ان 2 الفا اللي 6 دي بي بتساوي 10 لوج البي 2 البي 2 على البي 2 داش، وانا معايا البي 2 ب 50 ملي وات، اقدر منها احسب قيمه البي 2 داش.
هلاقي ان البي 2 داش قيمتها بكام؟ قيمتها ب 12.56 مليار. لكن لو كان هنا في اي ترمينيتور مثلا، وليكن الترمينيتور الزد لوب بتاعه ب 2 زد نود، كنت هبدا ان انا احسب ان في باور هنا، اقول الالفا بتساوي 10 لوج البي 2 على الباور دي، احسب قيمتها، بعد كده احسب قيمه الريفليكشن كوفيشنت، بعد كده اقول الريفليكشن كوفيشنت سكوير في الباور دي، احسب الباور اللي هترفلكت من الترمينيتور، بعد كده اقول الفا بتساوي 10 لوج الباور ديت اللي هيحصل لها ريفليكت على البي 2 داش، ومنها احسب قيمه البي 2 داش. لكن هنا علشان كل الباور اللي هتعدي من الاتنويتر كلها ترفلكت، فبالتالي الباور هتعدي على الفا، بعد كده ترجع تاني تعدي على الفا عشان تطلع البي 2 داش. فممكن اقول ان 2 الفا بتساوي 10 لوج البي 2 على البي 2 داش، واحط البي 2 ب 50 ملي وات وال2 الفا ب 6 دي بي، واقدر احسب قيمه البي 2 داش. طب ال 50 ملي وات اللي هم البي 3، البي 3 اللي انا قلت لك هي المفروض سالب 50، بس اعتبرها 50 وهناخد السالب دلوقتي في اعتباراتنا. فال 50 ديت هتعدي على ترانسميشن لاين ترمينيتد بترمينيتور الزد لوب بتاعته ب 3 زد نود، فهتحسب الريفليكشن كوفيشنت اللي هو 3 زد نود ناقص زد نود على 3 زد نود بلس زد نود، هيطلع الريفليكشن كوفيشنت بنص، فبالتالي ماجنتيود الريفليكشن كوفيشنت سكوير هيبقى بربع، فيبقى البي 3 مضروبه في الربع يدي لك البي 3 داش اللي هي الباور اللي هترفلكت من تيرمينال 3. يبقى حسبت الريفليكشن كوفيشنت طلع بنص، يبقى ماجنتيود هيطلع بربع، هضرب الربع دي في ال 50 مللي وات، هيجي هنا ان البي 3 داش بتساوي 12.5 مللي وات، فدي ب 12.56 مللي وات ودي ب 12.5 مللي وات. طب احنا قلنا ان الباور اللي بتبقى عند 4 بتبقى السمشن لو فاكرين، واثبتناه من شويه، يعني الباور اللي هتروح لاربعه هي السمشن بتاع نص الباور اللي عند 2 زائد نص الباور اللي عند 3. بس انا مش عايزك تنسى ان الباور اللي عند 3 اصلا كان بالسالب، ان الباور لما دخل عند 1 50 مللي وات راح هنا وسالب 50 مللي وات راح هنا، فالباور اصلا اللي راح للترمينال 3 كانت باور بالسالب، فبالتالي البي 3 داش دي بالسالب. فهي الباور اللي عند 4 هي نص الباور اللي عند 2 اللي هي نص الباور دي زائد نص الباور دي، بس اصلا الباور دي بالسالب، فهي هتبقى نص الباور دي ناقص نص الباور دي، والناقص ده مش علشان الترمينال 4 بيروح له الديفرنس، لا الترمينال 4 بيروح له السمشن، بس اصلا البي 3 داش دي كانت بالسالب، وقلت لك السالب ده هناخده في اعتباراتنا كمان شويه. نص الباور دي ناقص نص الباور دي، والناقص دي انت عرفت هي جت منين، إيه؟ لكن الترمينال 4 اصلا بيروح له مين؟ بيروح له السمشن، فيبقى نص في 12.56 ناقص نص في 12 بوينت نص، هيطلع لك في الاخر ان هي 3 من 100 ايه مللي وات. حتى المودل ده ما فرقش معاك في حاجه، لان هي اصلا هتدي لك رقم ايه، ممكن اصلا ما تحطوش، بس الفكره بس انا حطيته علشان اقول ان البي اوت اللي هتطلع انا مهتم بالقيمه بتاعتها مش مهتم بالاشاره. تمام. طب ده كده برضو جه في امتحان 2017 2018 نفس الفكره بالظبط، بس تغيير حاجه صغيره، يعني المساله دي كانت امتحان 2014 2015، دي جت في 17 18 نفس الفكره بالظبط، بس المره دي بيقول لك ايه، يعني نفس الجيفنز، بس المره دي بيقول لك احسب لي قيمه، يعني هو مدي لك هنا برضو ان التيرمينال 3 متوصل بالترمينيتور زد لوب بتاعته ب 3 زد نود، والترمينال 2 عنده الفا او اتنويتر بالفا معينه، المره دي بيقول لك احسب لي قيمه الالفا اللي تخلي لي البي اوت بزيرو، يعني قول لي احط هنا اتنويتر الفا بكام بحيث يخلي لي البي اوت بزيرو. احنا لما حسبنا من شويه البي اوت لما كانت الالفا ب 3 دي بي، لما حسبنا البي اوت لما كانت الفا ب 3 دي بي طلعت البي اوت ب 3 مللي وات، فكانت البي اوت ليها فاليو اللي هي 3 مللي وات. بيقول لك هنا لا، حدد لي قيمه الالفا اللي تخلي لي البي اوت بزيرو، فانا هعمل ايه؟ نفس الكلام، اقول ان انا دخلت باور هنا نصها راح هنا ونصها راح هنا، فهنا اصلا هو مش قايل لك قيمه البي انبوت بكام لان هو مش مهتم بالفاليو بتاعتها، بس انت عارف ان البي 2 بتساوي البي 3 بتساوي نص البي انبوت. حسب هنا الريفليكشن كوفيشنت بحيث لما يقول سكوير في البي 3 يديله، يعني لما يقول ريفليكشن كوفيشنت سكوير في البي 3 يديله بي 3 داش، فتلاقي ان البي 3 داش هي ربع البي 3، والبي 3 اصلا كانت نص البي انبوت، بس دلوقتي احنا عرفنا ان البي 3 داش هي ربع البي 3، والباور دي هيعديها على 2 الفا عشان يطلع له الباور دي، لان قلت لكم ان الترمينيتور لو كان شورت سيركت فكل باور هتعدي، فيقول 2 الفا بتساوي 10 لوج البي انبوت على البي 10 لوج البي 2 على البي 2 داش،
فمين هيقدر يطلع ان البي 2 داش هي عبارة عن يمسك الاتنين الفا يقسمها على 10 تبقى 2 من 10 الفا، بعد كده يقول 10 باور 2 من 10 الفا عشان يجيب البي 2 على البي 2 داش. بعد كده انت عايز تجيب البي 2 داش فتبقى البي 2 على 10 باور 2 من 10 الفا، يعني كل عمل ماسك الاتنين الفا قسمها على 10 فبقت 2 من 10 الفا، بعد كده ياخد 10 باور الكلام ده عشان يديله البي 2 على البي 2 داش، بعد كده يقول بي 2 على 10 باور 2 من 10 الفا هيديله البي 2 داش. فطلع كده البي 2 داش ان هي البي 2 في 10 اس سالب 2 من 10 الفا في البي 2 10 باور سالب 2 من 10 الفا في البي 2، دي كده قيمه البي 2 داش. والبي 3 داش احنا عارفين ان هي لسه عاملين لها بروف ان هي ربع البي 3، فبالتالي ايه اللي يخلي لك البي اوت بزيرو؟ مش احنا قلنا من شويه لما كنا حليناه قلنا ان البي اوت هي بتمثل نص الباور دي ناقص نص الباور دي، وقلت لك الناقص دي جت منين؟ يعني المفروض النص الباور دي زائد نص الباور دي، فالبي اوت هنا في المثال ده هي نص الباور دي ناقص نص الباور دي. فامتى يكون البي اوت بزيرو؟ البي اوت بتبقى بزيرو لو كانت البي 2 داش هي نفسها البي 3 داش، لان لو البي 2 داش هي نفسها البي 3 داش فيبقى نص الباور دي ناقص نص الباور دي بيساوي زيرو. فاللي يخلي لي البي اوت بزيرو ان انا اخلي البي 2 داش اللي انا استنتجت القانون بتاعها هي نفسها البي 3 داش اللي انا استنتجت القانون بتاعها. سويت البي 2 داش بالبي 3 داش علشان لما اسويهم ببعض هيديني البي اوت بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. فسويت القانون ده اللي هو ربع البي 3 بيساوي 10 باور سالب 2 من 10 بي 2، واصلا انا كنت من الاول قايل ان البي 2 هي نفسها البي 3 لان قلنا 50 ملي وات هيروح هنا و50 ملي وات هيروح هنا، فبالتالي البي 2 هتروح مع البي 3 بما ان البي 2 بيساوي البي 3 فيبقى ربع بيساوي القانون ده. فتبقى ناخد لوج 10 للطرفين فيبقى لوج 10 للربع بيساوي سالب على سالب 2 من 10 هيديني الفا، لان ربع لما اخد لها لوج للاساس 10 هيديني سالب 2 من 10 الفا، فلما اقسمها على سالب 2 من 10 هيديني قيمه الالفا. فلان قيمه الالفا لو ب 3.01 دي بي ده هيخلي لك البي اوت بزيرو، لكن احنا في المثال اللي فات كانت الالفا ب 3 دي بي علشان كانت عشان كده كانت قيمه البي اوت صغيره جدا كانت ب 3 من 100 ملي وات، لكن انت لو زودت شويه قيمه الالفا وخليتها 3.01 دي بي ساعتها هيبقى البي 2 داش هي البي 3 داش، وساعتها هتلاقي ان البي اوت كام؟ بزيرو. فالمساله دي جت في فاينل 2017 2018.